تستمر المظاهرات الشعبية في محافظتي المثنى والبصرة ضد الفساد الحكومي وللمطالبة بتوفير الخدمات. متظاهر من محافظة المثنى قال: تركنا أعمالنا وخرجنا في التظاهرات لنيل حقوقنا، والأمر ليس متعلقا بالكهرباء وحدها، نريد قضاء عادلا وتعاملا خدميا جيد في الدوائر الحكومية. فلنشاهد. نترجى منكم أخوان، إحنا عايفين عوائلنا وعايفين عمنا، والله أنا عندي محل معاد. على شنو مظاهر حجي؟ على شنو مظاهر؟ أنا أريد حقوق، أريد أطب المستشفى مو ذليل، أطب المحكمة مو ذليل، يعني بربك أطب لقاضي ما يحكم يا أخي، والله العظيم هي خايسة من راسي. عمي نعلى أبو الكهرباء، الكهرباء من منسية، أنت عندك حكومتك عمي، إحنا عندنا شغلة فساد، إحنا عندنا رؤوس خونة، عندنا رؤوس، عندنا برلماني نعتقد بالله ورسوله، مثل الطلاب الكسالى مطروحين غاد. أتحداكم هسا كلكم من عندكم، الظالم موجود كسلان، الجياشي كسلان، عمي صفر، أمس أنت هذا فالح سكر، جامات تكسرن، كم واحد بس تكسرهن، سواهن مليار وربع على الدولة، ها؟ 50 مليار، 50 مليار، جامات مظللات، الله أكبر يا فالح سكر، يا مجرم، وأنت صعدت مو أصوات، صعدت بفلوس، وصعدك حزبك حزب الدعوة، عرفت فن رجاء. أخوان أحبائي أعزازي تاج راسي مظاهرات سلمية، لا حد يستفز رجل الأمني، الرجل الأمني حتى لا يستفزك، ترى أكو عندكم أحزاب هسه قاعد تشتغل، وأحزاب واقفة وياك، وأحزاب تظلم عليك وبتذب، ها